لعبا بيكون في استاد اوربانو كالديرا. سنتابع معا احداث مباراه برشلونه ضد ارسنال. معلقكم الرياضي رؤوف خليفي يرحب بكم في هذه المباراه. وركله البدايه ميسي، كوسيني لا يسمح بالمرور، ميرتسينكا، لويس سواريز، كره على الرواق، نيمار يصاب. كانت تسديده محكمه بالتاكيد. أليكسيس سانشيز، كوكلان، فاصل من التمريرات الجميلة، يلعبها مرفوعة، لديه فرصة جيدة، سيرخيو بوسكيتس، ميسي يحاول لعب كرة بينية غدارة. دفاع قوي لا يعرف الرحمة، لا يمكن أن تعبر أو تمر بدون التغلب على هذا الاندفاع البدني العالي. شي يسيطر على الكرة. شامبرلين، مسعود أوزيل يحاول تمريرها عبر الدفاع، والآن الكرة ملعوبة للأمام. يحاول أن يلعبها بينية ولا يزال مستمرا في التقدم. يلعبها عرضية، كرة تعدي، جول. توزيعة جميلة ورأسية أجمل. انتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. راكيتيتش، كرة طولية إلى الجناح، عرضية أرضية من لويس سواريز. شامبرلين، كوكلان يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. ها هو شامبرلين، يا سلام، مراوغة ممتازة، هذه فرصته. يلعب كرة بينية، هل سيمر إلى الداخل؟ كانت ستختلف الصورة كثيرا لو نجحت الهجمة. يحصل عليها سيرخيو بوسكيتس، كرة واعدة على اليسار، هل سينطلق ويكمل المشوار؟ يلعب العرضية إلى الصندوق، محاولة شجاعة منه، مونريال لويس سواريز يحاول تمريرها عبر الدفاع، هل يمكنه تسجيل الهدف؟ أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. يحاول أن يلعبها بينية، جيرو يحاول فك دفاعات المنافس، نيمار في أقوى حوار على اليسار، نيمار مناورة رائعة، يقوم بالتوزيع، جيرو، شامبرلين،
ها هو جيرو يحاول لعب كرة بينية غدارة، كرة على الرواق والكرة ملعوبة إلى المنطقة ولكنها لا تجد أحدا في النهاية. نيمار، كرة على الجانب، وهذه الكرة وين؟ واللاعب متسلل. يلعب كرة بينية، نيمار، الكرة داخل المنطقة واللاعب وجول. أصبح الفارق مريحا الآن بتقدمهم بفارق هدفين. رأسية جميلة من النوعية المفضلة للجميع، لكن العرضية في رأيي هي الأفضل. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. ها هو نيمار، مسعود أوزيل يحاول فك دفاعات المنافس، يحاول أن يلعبها بينية. لويس سواريز يوسع العرضية، مسعود أوزيل، كوكلان، توزيع ناحية اليمين، شامبرلين، أليكسيس سانشيز، ها هو جيرو، مراوغة رائعة. رامسي، كوكلان، مسعود أوزيل، تلعب الكرة ناحية اليمين، يلعب بينية، ها هو شامبرلين، تحكم مذهل، عدت الكرة وباش يسجلوها، والكرة داخل الشباك، جعلوا المباراة مثيرة بالتأكيد. يحب الفريق اتباع أسلوب اللعب الذي يحتوي على تمريرات كثيرة من وقت لآخر، ونفذ اللاعبون الخطة بطريقة مثالية. أعتقد أنهم حتى الآن لا يمكنهم استيعاب الأمر وأنهم يواجهون أرسنال. تم تسجيل الفارق إلى هدف واحد ويبعدون الكرة. تسديدة غدارة، الإنقاذ الرائع وإيقاف ممتاز للكرة، تطلب القيام بذلك رد فعل مظهر. برأيي أنه أظهر براعة كبيرة. جيرو يلعب كرة بينية ساقطة، مسعود أوزيل أحسن بالتحرك إلى الكرة البينية لكن لم يتمكن من تسديدها. مسعود أوزيل، ميسي، يستعيدها مونريال، أليكسيس سانشيز، لويس سواريز يحاول تمريرها عبر الدفاع، يسدد الكرة، كانت لعبة رائعة إلى داخل المنطقة. نعرف جميعا قدراته، ما من شك في أنه تحول إلى دينامو الفريق، صار المثل لزملائه والمحرك الرئيسي للفريق، إنه كالجوكر. يلعبها بينية أرضية، خطورة وشيكة لكنه نجح في منعها. راكيتيتش، سيرخيو بوسكيتس، كرة على الأطراف، ينجح المدافع بتغيير اتجاه الكرة العرضية التي تتحول إلى ركنية.
جيد من منطقة الاشتباك.